رجل سافر إلى بلد غير بلده وترك زوجته وهي حامل، وقبل الرجوع إلى بلده وضعت الزوجة مولود، وبعدما علم بقدوم المولود ذهب إلى بلده، وفي الطريق قبل الوصول إلى بلده توفي الزوج، فهل على الزوجة عدة في ذلك الوقت أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا توفي زوجها وهي غير حامل فإن عليها العدة عدة الوفاة، لأن تعتد 4 أشهر و10 أيام، قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وتبدأ العدة من الوفاة، من تاريخ الوفاة. أما إذا كانت حاملا يتوفي عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها تكون بوضع الحمل طال أو قصر، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها من المفارقات، فعدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بفترة يسيرة أو ساعة أو طالت مدة الحمل، فإنها لا تخرج من العدة حتى تضع حملها، ولو زاد ذلك عن 4 أشهر و10 أيام على الراجح من قول العلماء.